فاطمة لأن نرتاحوا أكتر، لأنه أنت ربحتي قضيتك فبيكونوا أبوك وأمك طمنوا عليكي. بابا ماما رح يصير عندكم حفيد جديد، ومن أغلى إنسان على قلبكم جايكم حفيد جديد. خلص أخذتوا قرار نهائي رح تستقروا هون؟ ايه السكنة هون رح تناسبنا أكتر بعد ما خلصت قضيتك. مثل ما عم قلي وميسر كتير خجلانة من حالة بعد اللي عملته معي، ما فيها ترفع راسها قدامك. انت حابب تنتقل لهون وهذا اللي بيهمني انا. هيك احسن لنا فاطمة اختي، هون بيتنا وارضنا واصحابنا، وانا حابب اشتغل شغلتي اللي بفهم فيها واصحابي كتار هون. بعدين انا مستحيل ضيع ببلدي. الشهر الجاي رح ننتقل على الاغلب. ميسر راحت لتقابل رستم بيك صاحب المكتب العقاري، وعلى الأغلب المسويات رح ترجع ميسر من اسطنبول. نحن كمان راجعين المساء. خلينا نروح نشوف كريم. أنا رح أجي زورك كل فترة والتانية. إيه أهلا وسهلا فيكي. قلت لك ما بعرف امتى رح اتعلم اعفو عن الناس، وقلت لك ما بعرف امتى رح ارجع زورك، وليكني اجيت. الله يتقبل منا. ماما بابا نحن هلا رايحين، بس رح نرجع نزوركم. اليوم تعاقبوا كل الظلام على الجرائم اللي ارتكبوها وسامحوني. حاسس انه فاطمة كمان سامحتني، وراح صير اب. الكل عم بيحسسني انه هي السعادة اللي لبقت لي. ليش لحتى ما سامحك؟ أمي أنا سامحتك، تعلمت كتير من حكايتك، وأنا كتير بحبك. Thank you.
شو عم تعملي عندك؟ شو دخلك؟ اسمك فاطمة ما؟ بعد أنا مخطوبة. يعني ما في أي أمان؟ حل عني. شفتك عم تركضي بنص الليل فقلت لشوف لوين رايحة هي. ما دخلك. وهيك انتهت حكايتك يا فاطمة؟ لا ما انتهت، حكايتي بداية لكتير بنات غيري مو قدرانين يحكوا مأساتهم. في قضية فتحية لساتها مستمرة، هدول المجرمين لسا ما انكمشوا وملفها مثل ما هو، وقضية نجا اللي عمرها 13 سنة استمرت 10 سنين، وبالأخير قالوا إنه الاغتصاب تم برضاها وخففوا العقوبة على المجرمين وحكموا عليهم أحكام مع وقف التنفيذ. ومنار بكر تعرضت للاغتصاب وهي معاقة ذهنيا، ولأنها ما قدرت تصرخ لما تعرضت لهي المصيبة لهيك قالوا إنه الاغتصاب تم برضاها. المتهمين هلأ أحرار والقضية إلى أكثر من 3 سنين معلقة بالمحاكم. في كتير مثلها باسطنبول وببي أغلو وبفان وبتونجلي وبسيريت وبديريك وبإزمير وبأضنا وبكل مكان بالعالم. في صبايا كتير نحنا ما بنعرف قصتهم، نحن لازم نساعدهم، لازم. وهي قصتي أنا فاطمة.